السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للإخوان والأخوات المشاهدين الكرام، ورمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتي للإخوان اللي متبعينا واللي كيشاركوا معنا، تحياتي لهم كاملين بدون استثناء. يعني صراحة تنبغي نشكركم وتنوجه لكم التحية من هذا المنبر، من هذه القناة، هذه القناة المتواضعة. والناس راه كيثقوا فينا وكيشاهدوا لي فيديوهات ديالنا وكيشاركوا معنا. يعني صراحة تحياتي لكم ورمضان مبارك سعيد، و الله يكملوا بالصحة والسلامة على الإخوان وعلى جميع المسلمين في كل مكان. المهم الإخوان، في هذا الفيديو بغيت نعاود لكم واحد القصة اللي وقعت لنا البارح في المسجد. يعني ولينا كنشوفوا شي حوايج، ولينا كنشوفوا واحد التسرعات ديال البشر اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني غنعاود لكم هذه القصة. البارح مشينا للمسجد، فطرنا ومشينا للمسجد صلاة التراويح. مشينا للجامع المسجد، لقينا المسجد يعني عامر، لقينا عامر لداخل. قلنا اش غنديرو، غنفرج شويه على برا، دينا معنا السجادات ديالنا ودرنا واحد المساحة على برا وصلينا على برا وفرشنا على برا وريحنا على برا وصلينا دوك جوج ركعات وريحنا، تيقوم الإمام بصلاة العشاء ونبداو في التراويح. هي هذيك واحد شوية جا واحد السيد، يعني جا واحد السيد شاف الناس، شافهم يعني ما واخدينش الاتجاه ديال القبلة الصحيح، شافوا وفعلا ما واخدينش الاتجاه ديال القبلة الصحيح. عندي لابليكاسيون ديال الاذان في التليفون، قلبت لقيت المكان الصحيح ماشي هو داك. يعني خاصنا نجنبو شويه، يعني خدينا واحد الاتجاه اللي شويه متجنب على المسجد، على الناس اللي داخلين المسجد. ملي هذاك السيد تيقول ليها، تيقول للناس اللي جالسين على برا المصلين، كيقول لهم اودي قبلوا شويه، راكم ما مقبلينش القبله مزيان، يعني راكم عطيتوا لواحد اتجاه اخر، يعني صديتوا لواحد اتجاه اخر. يعني ما فيها عيب، ما فيها باس، ما فيها حتى شي مشكل. واحد السيد اللي كيوجه واحد الناس يعني لقاهم ما واخدينش اتجاهه الصحيح، خاصو ينبههم. قلبت انا التليفون وريته لذاك السيد، قلت ليه فعلا عندك الحق، يعني راه ماشي هو هذا الصحيح. جنبت انايا شويه، جنبوا شي ناس وهادو شي وحدين، واحد صفوفه يعني بزاف، ماشي غير شويه، بزاف شي وحدين ناضوا بداو كيسبوا حدا الجامع، كيقولوا لي ادخل سوق راسك، وكيقولوا لي يعني بنادم معاك يهضر وانت اش دخلك وانت كذا. يعني راه سبحان الله العظيم كاين واحد النوع ديال البشر راه ما خاصكش توريه، راه ما خاصكش توريه، يعني خليه باغي، يعني اش نقول لكم، لا حول ولا قوه بالله. واحد النوع ديال البشر داير بحال البهيم، واحد النوع ديال البشر البهيم احسن منه، البهيم احسن منهم. ملي نوجهكم هذا السيد هذا، يعني خاصكم ماشي مشكل، قولوا لي ايه واخا، ماشي تنوض واحد ناض بدا كيسب فيه وانت كيدخل سوق راسك وانت هادي وانت مالك وانت كذا، وانت واحد ما هدر وغير انت اللي هدرتي. وشو دابا دخلنا عليكم بالله، شوفوا العقليه كيفاش دايره ديال البشر. هاد السيد راه غير وجهكم، قال لكم القبله ماشي هي هذيك، ها الاتجاه ديال القبله، يعني راه ما قال لكم حتى شي حاجه. وناضوا لي شي وحدين وبركو كي هادي، وبنادم يدخل سوق راسو، وبنادم هادي وكذا، ومن هنا لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. نتمنى هاد الرساله توصل للناس، بزاف ديال الناس. يعني راه الدين راه ما فيهش المزاح، الدين راه ما فيهش المزاح، وما فيهش، والمسجد خصوصا المسجد الا قال لك شي واحد شي حاجه خاصك تاخذها بعين الاعتبار، وخاصك تشوف الحاجه الصحيحه. يعني راه ما قال لك داك السيد، يعني راه حتى عارفك
داير واحد الخطا، يعني راه تيقول لك خير الخطائين توابون، يعني راه خصك تصلح، ماشي ما ترضاش بواحد السيد قال لك يعني القبله ماشي هي هذه، راه كي خصك الدور وانت تنوض تبدا تعاير فيه وتبدا كذا وهذه والى اخره. راه حشومه. انا كنرفع القبعه لهذا السيد هذا وكنحترمه وكنقول ليه جزاك الله خيرا وشكرا شكرا جزيلا، لانك كتنبه الناس. ولكن كاين واحد النوع ديال الناس، كاين واحد النوع اللي تصنت، واغلبيه النوع ما كيتصنتش، ما كيرضاش تقول ليه الحاجه الصحيحه، خاصو اللي دايره هو هي اللي كاينه. اسيدي انت يا الجيل الاخرى ماشي سوقنا حنايا، حنا غير نبهناك وقلنا لك هاكي الدور، ها القبله فين هي، ماشي تبدا تسب في هاد السيد. المهم تحياتي لكم الاخوان، نتمنى هاد الرساله توصل للناس، يعني راه كاينين واحد الناس خاصهم يفهموا، يعني راه تيكونوا مشاكل وتيكونوا شي حوايج اللي كيديروهم الناس وما خاصهمش يداروا، وكاينين الناس ما كيعرفوش يصليو، وكاينين الناس اللي متعمدين. وراك هاد السيد دور اتجاه القبله، ماشي تبدا تسب فيه، حشومه وعيب وعار. انا كنعتذر من هاد السيد وكنايد هاد السيد وكنوجه ليه التحيه، وبغيت هاد الرساله توصل للجميع. وتحياتي لكم الاخوان، ونتمنى هذوك الناس اللي ما كيتصنتوش، الدين راه ما فيش السبان وما فيش المجادله، والمسجد راه ما فيش المسجد، راه كيتعتبر مقدس، راه كيتسمى مقدس، راه بيت الله هذاك. ما تسبش واحد الشخص اللي وجهك، يعني عطاك واحد النصيحه وانت ما تقبلتيهاش وانت كتسب فيه، حشومه. ولينا كنشوفوا شي حوايج، السلام العفو الله. تحياتي لكم الاخوان، نتمنى الرساله تكون وصلت لذوك الناس اللي ريوسهم قاصحين. تحياتي لكم.